المباراه دي لها عده دوافع. اول دافع زي ما تفضلت قلت ان لابد ان انت تصالح جماهيرك من اللي حصل والمباراه دي. تاني دافع اللعيبه عايزه تثبت وجودها انها فعلا عند المسؤوليه وهم لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه البطولات. تالت دافع ان دي بدايه الدوري وعاوزين يحافظوا على الدوري من اول مباراه. رابع دافع بيتذكروا مباراه المصري الاخيره. خامس دافع كل لاعب من اللعيبه الجداد اذا كان امام عاشور امام عاشور ورضا الاثنين جداد فبداوا يتاقلموا ويقربوا للفرقه ويحسوا بالفرقه والدوافع بتاعتهم بدا عالي. رجع تاني خامس دافع لما نقول بيتستا ولما سافر وعلي معلول سافر في الماتش الاخير وراحوا لعبوا مع بلادهم في جنوب افريقيا وفي تونس ورجعوا. يعني في هذه المباراه مليئه بالدوافع.